بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني حول مائدة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي ننهل من معينها الصافي الرائق الذي لا ينضب ولن ينضب إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى، ومع حديث جديد من المقرر عنوانه اعتقها فإنها مؤمنة. فقد روى الإمام أبو داود والإمام النسائي في سننه عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جارية نوبية، أفأعتقها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعها. يقول الشريد بن سويد: فدعوتها فجاءت، فدعوتها فجاءت، أي الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: من ربك؟ قالت: الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أنا؟ فمن أنا؟ قالت: رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للشريد بن سويد الثقفي: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريد بن سويد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألزم إلزاما من أمه قبل أن تلقى الله، وأوصته بوصية. ومن المعلوم أن وصية الأم والأب للابن لا بد وينبغي أن ينفذها، إما وجوبا وإما برا، وسأوضح ذلك في الشرح التفصيلي. لكن من باب تمام البر ومن باب كمال البر أن ينفذ الإنسان وصية أبيه أو أمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل لأبواي من بر علي بعد موتهما؟ فقال النبي له: نعم، نعم. قال: فما هو يا رسول الله؟ قال: الدعاء لهما، الدعاء لهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فكيف يدعو لهما ويكرم صديقهما ويصل الرحم إكراما لهما ولا ينفذ وصيتهما؟ أليس من باب أولى
أن ينفذ الوصية فإن هذا لا شك تجسيد عملي للبر الحقيقي للأب أو للأم. والصحابي الجليل الشريد بن سويد أمه أوصته وصية أن اعتق رقبة مؤمنة، اعتق رقبة مؤمنة. لا ندري ولا نعرف من روايات الحديث هل الرقبة المؤمنة التي قصدتها مؤمنة لأنها كفارة لحد من حدود الله، أو لأنها يعني صدقة على روحها تتقرب بها إلى الله وينفذ هذا ابنها الشريد. هذا سأوضحه أيضا في الشرح التفصيلي، لكن المهم أنها خصصت الرقبة بصفة وهي صفة الإيمان مؤمنة. هنا سيدنا الشريد بن سويد أراد أن ينفذ الوصية تنفيذا حرفيا، حيث قالت له أنها مؤمنة، فأراد الشريد بن سويد أن يتأكد قبل أن يقوم بعتق الرقبة أن الشروط التي اشترطتها أمه متوفرة في الرقبة في الجارية التي سيعتقها الشريد تنفيذا لوصية أمه، تنفيذا لوصية مين؟ وصية أمه. قال الشريد للنبي: أنا عندي جارية نوبية. الجارية النوبية يعني الجارية يعني المقصود بها الأمة العبدة، ونوبية أي أنها من بلاد النوبة، وبلاد النوبة كما نعلم أبنائي هي شمال السودان وجنوب الصعيد، فهي بين السودان وبين أسوان، ويسكنون الآن في جنوب أسوان، ولهم يعني فضل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم فضل، وهم إلى يومنا هذا أهل طيبة وأهل وداعة، ولا يحبون الشر لأحد، ويحبون أن يعيشوا في أمن وأمان، وهذه صفتهم التي نشهد لهم بها حتى في زمننا هذا الذي نعيش فيه. فقال له الشريد: يا رسول الله، هل أعتقها هذه الجارية النوبية؟ هل أعتقها؟ فقال النبي له: إن كنت تريد أن تعرف هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة فادعها لي، استدعيها لي حتى أبدأ أسألها وأختبرها. فدعاها وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت للنبي سألها النبي سؤالين اثنين فقط. السؤال الأول قال لها: من ربك؟ من إلهك؟ من الذي تعبديه؟ من الذي تؤمني بأنه إله واحد أحد لا شريك له في ملكه؟ من؟ فقالت مجيبة: الذي أعبده وأصدق وأؤمن به أنه الإله هو الله. يبقى أول جواب كان جواب إيجابي يدل على الإيمان. السؤال الثاني، السؤال الثاني: من أنا؟ من أنا؟ وكانت الجارية حصيفة جدا ونبيها جدا وفاهمة جدا. قالت له مجيبة: أنت رسول الله.
أنت رسول الله، سبحان الله. كان ممكن تقول أنت محمد، لكن كانت الإجابة غلط، ما أفادتهاش، لأنه هو فعلا محمد. لكن ليس هذا اللي هو المهم، المهم محمد هذا ما صفته، ما كنهه، ما حقيقته. محمد هو رسول الله، فأجابت وقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جوابها كأنها أدت الشهادتين، شهدت أنه لا إله إلا الله حين قالت الله، وشهدت أن النبي محمد هو رسول الله حين قالت أنت رسول الله. ومن هنا قال النبي للشريد بن سويد الثقفي إن المواصفات والشروط التي اشترطتها أمك في الوصية أن تكون الجارية مؤمنة توفرت في هذه الجارية، فاعتقها يا شريد، اعتقها فإنها مؤمنة كما اشترطت أمك الإيمان. هذا أبنائي بناتي المعنى العام الإجمالي لهذا الحديث النبوي الشريف، وتعالوا بنا لنبدأ في التفصيل. وفي البداية أول ما نقرأ من الحديث هو الراوي الأعلى الصحابي الجليل الشريد بن سويد، واسمه في الأصل مالك بن سويد الثقفي. ولعلنا نتساءل لما سمي الشريد، الشريد من الشرود، من الهروب، ليه سمي الشريد؟ تحكي لنا كتب السير أن الشريد هذا قبل إسلامه كان مع رهط، مجموعة يعني من ثقيف، فعدى عليهم المغيرة ابن شعبة في جمع كبير، فالمغيرة ابن شعبة تغلب على هؤلاء وقتل منهم الكثير، ولكن الشريد هذا، مالك هذا، فر وهرب من أمام المغيرة وذهب إلى رسول الله فأعلن إسلامه وحسن إسلامه وشهد بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أو بسبب هذه القصة، بسبب هروبه من أمام المغيرة بن شعبة، سماه النبي الشريد، أي الذي شرد من القتل، والذي كان ممكن أن يناله من المغيرة ابن شعبة ومن معه. سيدنا الشريد ابن سويد هذا من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الحقيقة ليس من المكثرين في رواية الحديث، فلم نجد له في صحيح مسلم إلا حديثين اثنين فقط، ولم نجد له حديثا متصلا في البخاري، وإنما علق البخاري له بعض الأحاديث، يعني ذكرها في صحيحه لكن بدون سند، يعني معلقة بدون أي سند متصل. الشريد بن سويد ممن حسن إسلامه وكان تقيا نقيا ورعا، وكان مخلصا لدينه، وحضر كما قلت لكم بيعة الرضوان، ولعلها تكون له شهادة لأنها سجلت في القرآن الكريم
حيث بايع تحت الشجرة. أنتقل بكم أبنائي إلى ألفاظ الحديث، ويبدأ أول فقرة في الحديث: إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة. طبعا الرقبة معروفة، هو ذكر الجزء وأراد الكل، وحين أراد بالرقبة أراد العبد أو الأمة. طيب ليه عبر عن العبد والأمة بالرقبة، زي ما مثلا أحيانا يعبر عن الجاسوس بالعين، والعين جزء من الجاسوس، ليه عبر بالرقبة؟ قال لك لأن العبودية تمثل قيدا في رقبته يقاد به، فلا حرية له ولا رأي له، ولا يملك أن يذهب إلى مكان بدون إذن من سيده، كأن حبل الحرية الذي مقيد على رقبته في يد من؟ في يد سيده. ولذلك أبنائي جاء إسلامنا ليحرر قيد العبودية، ويجعل الإنسان قيده في يده لا في يد سيد الله، وقراره ورأيه وتصرفه وحركاته وسكناته له هو، وتحت سيطرة نفسه هو. ولذلك لاحظوا أبنائي دائما حين يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخير والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يأمرنا بتحرير العبيد، تحرير الرقاب، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسخبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذن ففك الرقبة أي عتق الرقبة هذا من أفضل القرب إلى الله تبارك وتعالى، حتى ورد عن سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعتق عبدا، من أعتق رقبة في سبيل الله، أعتق الله له بكل جزء منه جزءا من النار يوم القيامة. يعني حين أنا أعتق الرقبة كل عضو، وكل عضو من أعضائه صار حرا طليقا لا قيد عليه، يكون يعتق جزءا وعضوا من أعضائي يوم القيامة من النار والعياذ بالله، فهنيئا لمن أعتق. أيضا أبنائي جاء العتق في الإسلام حتى عن طريق الجبر والتكليف والأمر. انظر إلى الحدود، معظمها حد قتل الخطأ، حد الظهار، حتى اليمين إذا أراد أن يكفر عن يمينه يعتق رقبة، إذا أفطر يوم في رمضان يعتق رقبة، وهكذا. يا أبنائي لاحظوا أن حتى في التكاليف جعل جزءا من التكاليف علينا عتق الرقاب. إذن لماذا هذا؟ لأن هذا الدين جاء بالحرية للعالم كله، فلا يستعبد أحد، لا يستعبد أحدا. انظر إلى عمر بن الخطاب لما يقول لعمر بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إذن فالعبودية ليست لبشر، ولكن الإسلام حول العبودية لله وحده، ولذلك جاء الإسلام بتحرير العبيد، بتحرير العبيد. وجاءت المواثيق الدولية في عصرنا هذا مؤيدة لما بدأه وشرعه إسلامنا الحنيف،
فجعلوا مواثيق وعهود في تبادل الأسرى حتى لا يتحول الأسير إلى عبد كما كان في القديم. إذن أبنائي، قوله الرقبة وضح أي العبد المملوك، رجل كان أو المرأة، أوصت أن أعتق. العتق يعني التحرير، تحرير الرقبة، وجعلها حرة لوجه الله تبارك وتعالى. إيه حكم العتق في هذه الحالة؟ حكم العتق بالنسبة للشريد ابن سويد، العتق بالنسبة للشريد ابن سويد لا يخرج عن أمرين: إما واجب فريضة عليه، هذا إن كانت أمه أوصته بكفارة، فالكفارة أو النذر أصبح واجبا لا بد أن ينفذه الشريد لأنه كفارة على أمه. طيب الحالة الثانية: أن يكون العتق بالنسبة للشريد طاعة وبر وعمل صالح مندوب يتقرب به إلى الله برا لأمه، وهي هذه الحالة إن كانت أمه أوصته كاستحباب، كسنة، كطاعة، عمل صالح تريد أن تتقرب به إلى الله، في هذه الحالة يكون ليس واجبا على الشريد، وإنما هو طاعة وبر وتطوع لبر أمه. لكن أبنائي، لماذا مؤمنة بالذات، وهل يجوز للمسلم أن يعتق غير المؤمنة؟ الجواب: مؤمنة لأنه كان شرط أمه هذا، أم اشترطت هذا. طيب ليه اشترطت هذا أمه؟ برضو واحد من اثنين لا ثالث لهما: إما أنه كفارة عليها، ففي هذه الحالة يبقى يجب التنفيذ، يبقى اشترطت أمه إن دي كفارة عليا، إن عليا عتق رقبة ومؤمنة كمان كفارة، وإما أن أمه اشترطت المؤمنة باعتبار الأكمل والأفضل، يعني أنا موجود عندنا المؤمنة وغير المؤمنة، فقالت الأكمل والأفضل عندي أنا واللي أنا أحبه أكثر أن تكون مؤمنة، فهي للأكمل فقط. ده كلام كويس. دلوقتي يا جماعة، العلماء لم يختلفوا البتة في جواز العتق للمؤمنة أو غير المؤمنة على السواء، كطاعة لله تبارك وتعالى، كطاعة وبر وعمل صالح أقدمه لربنا. ما اختلفش العلماء في مسألة أنه يجوز أن أطيع الله وأتقرب إلى الله بعتق المؤمنة المسلمة، بعتق النصرانية، بعتق اليهودية، بعتق الكافر، ما اختلفوش العلماء في هذا ما دام هذا في طاعة الله. لكن اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في الكفارة. في إيه؟ الكفارة. قال الجمهور: يتعين في الكفارة أن تكون المعتوق أو المعتوقة مؤمنة في كفارة القتل الخطأ فقط، في كفارة القتل الخطأ فقط. تمام كده؟ واضح يا أولادي؟ وهذا لأن القرآن الكريم نص على هذا، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
ودية مسلمة إلى أهله. ليه؟ لأن الذي قتل مؤمن، فالذي يحرر ويعتق مؤمن، والذي قتل مؤمن فالذي يأخذ الدية أهله المؤمنين. إذن فدي مؤمن ودي مؤمن، فلا بد أن يكون كذلك الأمر. أما في غيرها من الكفارات فذهب الإمام أبو حنيفة بأنه لا يقاس على الكفارة القتل، ولكن يجوز المؤمنة وغير المؤمنة، لأن باقي الكفارات لم تقيد بقوله تعالى مؤمنة كما قيد في كفارة القتل الخطأ. واضح يا أولادي؟ طيب يلا نتساءل تساؤل تاني، وهو إيه حكم تحرير الرقبة في التطوع؟ احنا قلنا خلاص يعني اجمعوا على انها دي اجماع العلماء، ما فيش اختلاف ان المؤمنة او غير المؤمنة سواء. طيب قول سيدنا الشريد للنبي صلى الله عليه وسلم: ان امي اوصت بعتق رقبة، ان امي اوصت بعتق رقبة، يحتمل أمرين. يحتمل الأمر الأول أن هذا العتق من ماله هو الخاص، من ماله هو، يعني يا شريد يا ابني بعد ما أموت أنا أوصيك من مالك ومن فلوسك الخاصة ومن ملكك اعتق رقبة على روحي. طيب هنا التنفيذ، قال لك التنفيذ مطلوب، لكن مطلوب كتكليف وفرض واجب، ولا مطلوب كبر بأمه؟ الجواب مطلوب نعم، ولكن بر وطاعة وحب وعطاء منه لأمه، يبقى بر بأمه. في هذه الحالة هل يجبر على القضاء؟ الجواب لا، لا يجبر على القضاء. إذا هو ظروفه ما سمحتش خلاص، ظروفه ضاقت وأفلس ما لهوش ذنب، لكن وجد معه يبقى إذن يعني بر أمه. طب لو هو معاه العتق ومعاه الفلوس ومعاه الرقبة وكله موجود وهو يعني ما نفس، يبقى إذن هو عق أمه ولم يرتكب في حق الله ذنب أبدا، لكن إيه ما برش أمه، عقه أو بلاش عقه، إنه هو يعني ما برهاش. تمام، دي الحالة الأولى. يبقى الحالة الأولى إما أن يكون العتق بوصية من أمه من ماله هو الخاص، وفي هذه الحالة يكون برا بأمه وندبا عليه لا فرضا، ولا يجبر عليه على قضائه. ده الحالة الأولى. الحالة الثانية يا أولادي إيه؟ الحالة الثانية أن تكون أوصت أن يعتق رقبة من مالها هي، من مال أمه، مش من مال الشريد، من الميراث، من مال مين؟ أمه. وفي هذه الحالة اختلف الحكم. اختلف ازاي الحكم يا أولادي؟ اختلف، أصبح الحكم واجب الأداء. واجب ايه؟ الأداء. طب واجب الأداء بعد تقسيم المواريث ولا قبل تقسيم المواريث؟ لا، قبل تقسيم المواريث. لكن يا أولادي وجوب العتق هنا لأنه من مالها هي التي ورثته وتركته مشروط بشرط. إيه الشرط؟ أن تكون الوصية في حدود الثلث أو أقل من الثلث. أن تكون الوصية إيه؟
في حدود الثلث أو أقل من الثلث. أنتوا فاكرين يا أولادي حديث سيدنا سعد لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو في مرضه الأخير الكلام ده، وقال يا رسول الله إن معي مال كثير أفأوصي بكل مالي؟ قال النبي له لا. قال أفأوصي بثلثي مالي؟ قال النبي له لا. قال أفأوصي بثلث مالي يا رسول الله؟ قال له نعم، الثلث والثلث كثير. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني مش أنت توصي وأولادك يشحتوا بعديك، لا، أنت إيه تخلي إيه الوصية في حدود الثلث، والثلثين يكونوا لمين؟ لأبنائك بنين وبنات. فهنا يجب على الشريط إن كان من مال أمه يجب على الشريط تنفيذ الوصية، ويكون ذلك قبل تقسيم الميراث بشرط زي ما قلت إيه ألا يزيد عن الثلث لحديث سيدنا سعد. أنتقل بكم أبنائي إلى سؤال آخر، وهو هل يصل الثواب للميت في الحالتين سواء بر أو وجوب الحالتين؟ الجواب نعم نعم. أما قرأتم أبنائي حديث أبو هريرة في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن فالولد الصالح حين يدعو مجرد الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، فما بالنا حين يتصدق؟ فما بالنا حين يبر وينفذ وصية أمه؟ فما بالنا حين ينفذ ما أوجبت أمه على نفسها من وصية فأوصت بها فنفذها هذا الولد؟ ألا يصل طبعا من غير خلاف بين العلماء يصل ثواب هذا العمل وهذا الفعل الذي يفعله الشريد أو غير الشريد إلى يومنا هذا إلى الميت إلى أمه رضي الله عن الجميع. ثم أقول بعد ذلك قال سيدنا الشريد للنبي بعد أن ذكر له أفأعتقها يا رسول الله؟ أفأعتقها يا رسول الله؟ الفاء في قوله أفأعتقها عاطفة على محذوف، هو هذا المحذوف المستفهم عنه، هو المستفهم عنه إيه هو؟ كأنه قال أتراها يا رسول الله مؤمنة فأعتقها؟ شوف أتراها مؤمنة ده المعطوف عليه فأعتقها، هذه المعطوفة يبقى هنا الفاء هي هنا إيه كأن عاطفة، بس المعطوف عليه حذف. حذف ليه؟ للعلم به من سياق الكلام. يعني بالله عليكم لو ما جبناش المعطوف عليه أتراها مؤمنة فأعتقها، كلكم يا أولادي فاهمين إن أفأعتقها أي إن كانت مؤمنة ولا مش فاهمين؟ أكيد الكل فاهم واضح تمام، لكن هنا حذف المعطوف عليه، هذا ضرب من ضروب البلاغة، ولأن علماء البلاغة حين سئلوا عن البلاغة قالوا البلاغة الإيجاز. الإيجاز يكون أحيانا بالحذف، والإيجاز بالحذف
يكون يعني بسبب أن تأتي الألفاظ القليلة تحمل المعاني الكثيرة التي لا داعي لكثرة القيل والقال فيها. فهنا أفأعتقها واضح جدا لأي حد، أي أتراها مؤمنة يا رسول الله فأعتقها؟ طيب، ما مغزى ومرمى هذه الاستشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا استشار الشريد بن سويد الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية إنفاذ وصية أمه واشتراطها الإيمان في المعتقة؟ أول حاجة، لعل الشريد بن سويد أراد الوصول إلى اليقين من إيمانها. يعني قبل أن يعتقها قال في نفسه أنا عايز أصل وأتأكد، مش أتأكد كمان، لا، أتيقن فعلا أنها مؤمنة، علشان خاطر أمي اشترطت علي أن أعتق الرقبة دي مؤمنة. طيب، وأنا أقدر أتيقن من مين؟ من مين؟ لا شك أن التيقن لا يأتي إلا من معصوم، إلا من له علاقة بالوحي الذي يوحى إليه. لأن هب أن الجارية كذبت على رسول الله، ما كانش كشفها الوحي، كان هيكشفها الوحي على طول، كان هتتكشف للنبي، لأن لا تستطيع أن تكذب على النبي، لأن الله يكشف له الكذابين، مش كده ولا إيه؟ عفى الله عنك لما أذنت له. طيب، يبقى إذن أراد أن يتأكد، بل أن يصل إلى درجة اليقين في إيمان الجارية حتى ينفذ وصية أمه بحذافيرها كاملة. ده إيه؟ الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، حتى وإن كان سيأخذ بالظن، لكن الظن منه راجح ومنه ظن مرجوح. طيب، إذا صدر هذا من أن يخرج من النبي، حتى لو باجتهاد النبي، فهل اجتهاد النبي يا جماعة زي اجتهادنا احنا؟ اجتهادنا احنا سواء يخطئ ويصيب، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يصيب. طب لو أخطأ باعتباره بشر؟ قال لك لو أخطأ لا يقره الوحي على خطأ. ولسه أنا قرأت الآية، عفى الله عنك لما أذنت لهم عبس وتولى أن جاءه الأعمى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يبقى يأتي القرآن ليصوب الخطأ، أو حتى ما يخالف الأولى إن صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى لو كان بالاجتهاد الظن، يعني إيه؟ اجتهاد راجح ولا مش راجح؟ راجح. يبقى تأكد إن اجتهاد النبي ما فيهوش خطأ أيضا، فيصل إلى قرب اليقين. يصل إلى قرب إيه؟ اليقين. تمام يا أولادي؟ الاحتمال الثالث، أن يقف الشريد على القدر الذي يتحقق منه تنفيذ الوصية. هل هو القدر اللي تكون به مؤمنة أصل الإيمان، ولا أصل الإيمان مع كماله؟ طبعا لا شك إن أعلى درجات تحقيق وتنفيذ للوصية أصل الإيمان مع كماله. أصل الإيمان إيه؟ مع كماله. فهنا تأكد من هذا حين قال له النبي يعتقها، اتأكد من هذا تأكد كامل.
بعد ذلك أبنائي أتساءل سؤالا لكم، لماذا اكتفى بقولها الله؟ يعني ليه ما طلبهاش بالنفي والإثبات لا إله إلا الله؟ قال لك لأن إيقانها واعترافها وتصديقها بأن الإله الوحيد هو الله يؤدي النفي والإثبات، ولذلك أيضا قبل منها رسول الله. ليه ما قالهاش طب ما قلتش ليه محمد رسول الله؟ يبقى زي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيضا لأن هذا يتضمن الشهادة الكاملة بأنه رسول الله. سؤال ثاني كمان يا أولادي، هل يكفي الإقرار الظاهري؟ نعم يكفي، لأن لسنا محاسبين بما في قلوب العباد، الله يحاسبهم على ما في قلوبهم ولنا الظاهر، والله يتولى السرائر. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنسبة لي صار مسلما، وتجرى عليه الأحكام الظاهرة الشرعية، يعني يعامل معاملة المسلمين، ويدفن في مقابر المسلمين، ويصلى عليه في بيت الله من المسلمين إلى غير ذلك. لسنا مطالبين بضمائر الناس، الله يحاسبهم على ضمائرهم. ولذلك لما قال الرجل لأسامة بن زيد في المعركة لا إله إلا الله محمد رسول الله وقتله، غضب النبي غضبا شديدا وقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال له أسامة والله ما قالها إلا خوف من السلاح يا رسول الله. قال أشققت عن قلبه؟ شفتوا يا أولادي، يعني إحنا يا معاملين ونقبل الظاهر لكن السرائر الله هو الذي يتولاها. قال له اعتقها فإنها مؤمنة. ليه؟ ليه؟ ليه اعتقها فإنها مؤمنة؟ هل لأنه للأدلة التي ظهرت إلى النبي من نتيجة الاختبار اللي اختبروا به ليها؟ ممكن. هل لاعتبار أن الواقع والحقيقة أنها مؤمنة، وكان هذا عن طريق الوحي أو الاجتهاد النبي الذي لا يقر إلا على الصواب؟ كده صح برضو، الاثنين صح، يبقى كلاهما مقبول، وكلاهما يمكن أن يكون هو السبب في اعتاقها لأنها أو الإقرار بأنها مؤمنة. يبقى لماذا أقر واعتقها وأقر بإيمانها؟ إما للأدلة حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت الله وقالت أنت رسول الله، وإما لأن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانها، أو أن النبي اجتهد وأدى اجتهاده أنها مؤمنة، واجتهاد النبي عندنا لا يكون خطأ أبدا، ولو حتى خالف الأولى لصوبه الله في كتابه عن طريق الوحي. في النهاية أبنائي نلحظ في هذا الحديث فوائد طيبة وفوائد مفيدة جدا تؤخذ من الحديث. من هذه الفوائد نلاحظ حرص الصحابة رضوان الله عليهم على استشارة النبي في الصغيرة والكبيرة، نلاحظ أيضا حرص الصحابة رضوان الله عليهم في الوفاء والتنفيذ لوصية آبائهم وأمهاتهم أو أصدقائهم أو أهليهم أو وصية، أي وصية في عنقه لا بد
أن ينفذ ويوفي بالوصية. أيضا نلاحظ أنه حين التنفيذ لو تشكك أو تردد في أمر ولو كان قليلا فإن مرجعيتهم دائما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وأن يجعل ما يعلمه لنا حجة لنا لا علينا يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.